ما حكم من يقول إن الإرهاب أتانا من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ لا يقولون أتانا الإرهاب من الدين عموما، الدين الإسلامي يقولون أنه هو اللي علم الإرهاب، والقرآن علم الإرهاب، وهذا ما هو غريب على المنافقين والكفرة وأعداء الإسلام من قديم الزمان، وهم يقولون في القرآن وفي الإسلام وفي المسلمين أعظم من هذا، فلا يستغرب عليهم هذا الكلام. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء بشيء من عنده. إذا كانت دعوة الرسول فيها إرهاب فدعوة الشيخ فيها إرهاب، ونعم الإرهاب للكفار، ليتنا نرهب الكفار. الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، لكن الآن الكفار هم اللي يرهبوننا، الكفار الآن هم الذين يرهبوننا بشرهم ودعاياتهم وضعفنا وتخاذلنا. كان الواجب العكس، أن المسلمين هم الذين يرهبون أعداء الله وأعداء المسلمين.